عليكم ورحمة الله وبركاته. إن صيام رمضان وقيامه سبب لمغفرة الذنوب، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.